تعرفيني عنه؟ جودي. حدا ذكي انت شي؟ اه ذكي. ما بعرف لا. بالله والله انا ذكي. جد ذكية. لحظة معلش هترجع تعيد. مرحبا. اهلين. كيف؟ الحمد لله. تعرفيني عنه؟ جودي. جودي كيف سرعة البديهة عندك؟ منيحة. حدا ذكي انت شي؟ اه ذكي. يعني انت هيك حدا بيلقط على الطاير شي؟ حسن. عندك سرعة بديهة؟ ايه موجود. بدي اسألك سؤال قبل ما نبلش. اوكي. بدي اسألك ثلاث حساسير، تمام؟ إذا عرفتي وحدة منهم تربحي، أما إذا ما عرفتي بدك تحذريني حزورة. ايه تمام. شاطرة بالحساسير؟ حسب الحزورة. لا قصدي أنتِ شاطرة إنك تحذرين؟ ايه حذراك ما بعرف. ما بعرف لا. يعني ما بتعرفي شي حزورة؟ ما بعرف حذر بس إنه ممكن أتحذر يعني عرفت شلون؟ طيب أوكي حذرك أنا. تفضل. بتعرفي شو هو الشيء يلي بيحبس بس مانه حبس؟ المحبس. وحشة. مو الكل عم يعرفه، شلون عرفتيها؟ بعرف انه سمعت فيها. سمعانه فيها. اوكي بدي احسلك حزوره. تفضل. اذا جبنا فيل وقطعنا له انفه شو بيطلع؟ ما بعرف. هو ما له انف اساسا، له خرطوم. ايه طيب يا ربي اذا جبنا فيل وقطعنا له خرطومه، بتعرفي انك انت ذكيه؟ لانه الكل خلص وقت قلنا انف بيقولوا ايه صح انف، بس ولا حدا حاول يعدل لي السؤال. صح هو خرطوم. خرطوم. طيب إذا قطعنا له خرطومه شو بيطلع؟ والله ما بعرف. يعني انت ببالك اذا هلا جبتي فيل مسكتي منشار او مقص او سكين وقطعتي له انفه شو بيطلع؟ بلا خرطوم بضل. طيب شو بيطلع؟ دم. وحشه. شو بدك حتى هاد ما عم يعرفوا جابوا عليه. عم يقولوا لي غيره. بالله والله انا ذكية. جد ذكية. جودي احسلك سؤال ثالث. هو شوي بده ذكاء، يعني بده سرعة بديهة. في عنا حوض سمك فيه 10 سمكات. تمام؟ ركزي، فيه 10 سمكات. أربعة ماتوا، وثلاثة عم يسبحوا، وثلاثة فاتوا على بيتهم، قد ايه بضل فيه الحوض سمك؟ لحظة معلش هترجع تعيد؟ ما ركزتي ما؟ ايه حوض السمك فيه 10 سمكات، مات ثلاثة، مات أربعة، وثلاثة عم يسبحوا، وثلاثة فاتوا على بيتهم، قد ايه بضل فيه الحوض سمك؟ الثلاث اللي عم يسبحوا؟ لا الثلاث ضل فيه اللي ماتوا كلهم يعني لساتهم بالحوض يعني كتير عدد؟ عشرة. وحشة. تعرفي أنا ما تخيلت تجاوبي على الثلاثة؟ بالله والله أنا ذكي بعرف. انت ما في ببالك حزورة تحذريني اياها؟ لا والله أبدا؟ والله ما بعرف. جودي شكرا كتير لك، وانا كتير هيك انبسطت انك طلعتي معنا. ايه والله والله وانا بتفرج عليك من زمان عن جد. ايه والله. شو رايك بفيديوهاتنا؟ حلوين والله بضحكوا. متابعينها؟ ايه بتابعك. بكره بس تطلع الفيديو تبعك رح تكتبي كومنت. ايه واكتب. جودي شكرا كتير لك. عفوا. وانا عن جد كتير انبسطت انك طلعتي معي. شكرا. كتبتي معنا جائزه مقدمه من يلا تي في من برنامج تراي اجين. بدك شي جودي؟ لا باي. سلام.